في مصريين كتير بيعملوا حاجات على المستوى الرياضي بنكون فخورين بيهم، بنفتخر بيهم كمان اكتر لما بنسمع اسمائهم في موسوعه جانس للارقام القياسيه. منهم لاعب مصري كسر رقم قياسي في لعبه الضغط وتمرين الخطوه الهوائيه. هنعرف منه كل التفاصيل، بس خلينا نرحب بيه في البدايه، كابتن محمود ايوب صاحب رقم قياسي ومدرب معتمد بموسوعه جانس. يا صباح الخير، اهلا بيك. منور الدنيا وكل سنه وانت طيب. ايه الشغل العالي اللي احنا شفناه في التقرير ده؟ هي دي بقى الخطوه الهوائيه اللي بتبقى فيه زي ستاك وانت بتطلع وتنزل عليه؟ بتبقى طولي 20 سنتي. اوكي. تبدو سهله الحاجات دي، بس على فكره تنفيذها صعب. هي تبدو سهله بس هما بيربطك باطار زمني معين، وانك تجيب الرقم معين في الاطار الزمني ده بموضوع صعب. لما يربطك ب 30 ثانيه وانك لازم تعدي 51 عده في 30 ثانيه، الموضوع فعلا بيبقى صعب. طيب ممكن نفهم منك كده بداية ايه الرياضة دي؟ يعني الخطوة الهوائية اللي هي الستابس والضغط، يعني خلينا نفهم منك اكتر. هو حضرتك هي مش رياضة، هي هو ده تمرين. الستيب اب ده تمرين بعمله على ستيبر، ممكن اعمله على ستيبر، ممكن اعمله على سلم، على حسب. بس اي حاجة في بس فيها بس الجينيس في الجايد لاينز بتاعتها في الشروط لازم بتلزمني بحاجة تبقى متاحه تجاريا، بحيث ان انا مثلا انا موجود مثلا في مصر، غيري واحد مثلا في بريطانيا ممكن يكسر نفس الرقم بالايه؟ بالشروط دي. الستيب اب هو عباره عن ان انا برفع برجلي اليمين على الستيب اب وبعد على الاستبر، وبعد كده برفع برجلي الشمال وبنزل رجليا اليمين وبعد كده رجليا الشمال. وهكذا بالتكرار. في 30 ثانيه الرقم اللي انا كسرته، الرقم الاعلامي كان واحد قبلي اسمه كريتس، كان محقق 51 عده من 4 سنين، والحمد لله احنا في مصر هنا كسرنا الرقم ده في 2020 وحققنا 56 عده. واختيارك للرياضه دي تحديدا، يعني انا كنت فاهم ان التمرينات اللي زي الضغط والبطن والنوع ده من الامور ليها علاقه بالفتنس بشكل عام. اول مره اعرف ان في تخصص للدرجه دي وان ليها ارقام قياسيه وليها مسابقات وحاجات كده. اشمعنى اخترت الرياضه دي بالتحديد؟ في جينيس في ارقام قياسيه كتير جدا، يعني في اكتر من 70,000 رقم قياسي. انت بتخش الموضوع مش صعب، المفروض بس ان انت بتبقى داخل عارف انت عايز ايه. يعني انا مثلا شايف نفسي انا قوي جدا مثلا في تمرين الضغط، خلاص انا بدخل بكتب بوش اب، بيظهر لي بقى كل الديتيلز اللي خاصه بقى بالبوش اب وكل التايتلز الخاصه بالبوش اب، وبختار بقى اللي انا عايزه. وعلى حسب بقى انا بقى مثلا شايف نفسي ان انا مثلا ايه، ممكن ان انا اقدر اعمل ضغط على اصابعي، طب اشوف الورلد ريكورد للضغط على اصبعي يبقى عامل ازاي، رقمه كام، وابدا بقى اشتغل على نفسي. طب عرفنا ايه الورلد ريكورد بتاع هو المشكله ان الرقم ده هو اللي انا المفروض ان انا بلعب ضغط، موضوع مختلف عن اي ضغط تاني. لازم بوصل لحاجه اسمها مرحله chest to ground، بلمس بصدر الارض وبرفع صباعي من على الارض زي ما كان موضح في الفيديو في الاول، برفع صباعي من على الارض بوصل لحد مرحله اسمها مرحله الريليس، التحرير. من شروط موسوعه جينيس ان هو بتقول لي لازم نشوف شعاع الشمس ما بين صباعك وما بين الارض. يا سلام. لازم على شرط علشان خاطر ابان مرحله التحرير دي وابدا عده جديده من الاول. بس الكلام ده انا عايز اتفرج عليه. الكلام اللي محمود بيقوله ده ممكن يعني تاخد اخونا كريم كده وتورينا التمرين؟ لا ناخد فكره، ناخد فكره مع بعض، بس الاول نشوف محمود الاول لوحده. طيب رجعت انت في كلامك، انا حاولت اهرب بقى من الحكايه. الرقم يبقى نفس المنظر ده، ريدي ستدي، لازم تشست يكون بالكامل. لازم تشست يبقى على الارض، وبحط صباعي على الارض وبطلع عدى كبير. يا نهار مش فاهم. بس صباعين. تمام، صباعين بالظبط. يلا يا كريم، يلا يا كريم، يا نهار اسود، يلا يا كريم بالتوفيق. لا بلاش. يلا يا كريم والله. بس لا صباعين استحاله، هجرب بالخمس صوابع. ماشي. طب اوكي. لا هو بالخمس صوابع يبقى انت ما عملتش حاجه على فكره. لا يا كابتن خير، الدنيا اصلا اللي انا فيه ده العالم ده حلم بيتحقق، مش واخده بالك ولا ايه؟ الخمس صوابع. الله، حد يبلغ الورثه. تمام. يا نهار مش فايت، يا نهار مش فايت يا محمود. جميل. ايه ده يا عم محمود ده؟ لا الموضوع مش سهل على فكره. هتريح ولا هتكمل؟ اريح طبعا، فيها يومين اجازه اصلا. بتتكلمي في ايه؟ هي صعبه فعلا؟ صعبه والله العظيم جدا. في رقم تاني انا داخل عليه دلوقتي، ضغط على دراع واحد وخمس صوابع. حضرتك عملت ضغط على دراعاتك الاثنين وعشر صوابع. مش معقول كده اللي انت بتعمله فينا كده على الصبح. خمس صوابع ودراع واحد. خمس صوابع ودراع واحد. الرقم ده لسه في التدريب. في ارقام انا خلصتها وبعتها، وفي ارقام انا شغال عليها.
يعني من ضمن الارقام اللي خلصتها وبعتها ومستني دلوقتي المراجعه ومستني الرد، ضغط على 10 صوابع وانا شايل شنطه فيها 40 رد. بتشتغل عليها ايه نوع الشغل اللي انت بتشتغله وايه نوع التمارين اللي انت بتعملها عشان تقدر تحقق الارقام القياسيه اللي انت حققتها دي؟ بسم الله ما شاء الله. استاذ كريم، بس هو الفكره ان كل رقم وليه متطلباته. يعني انا مثلا هنخش في موضوع تخصصي شويه لحضرتك ما دام هتسال على التدريبات. انا مثلا مختار ان انا هلعب ضغط على دراع واحد. طيب انا ايه العضلات البريمري موفر، العضلات الاساسيه المحركه في التمرين ده؟ انا عندي عضله التشيست وعضله الترايسبس، دي كده عضلات ايه اساسيه محركه. طب ايه العضلات بقى مثبته، عضلات مساعده؟ في عندي عضلات البطن وعضلات الكوادري وعضلات الباي لما تيجي تثبتها على ايه، على رجلي. فانا بدخل في الجيم ببدا بقى اقوي العضلات دي عضله عضله، ببدا بقى اعمل ارقام عاليه طبعا بارقام تكرارات عاليه واوزان برضو عاليه، وهكذا على طول في كل عضله لوحدها. وبعد كده ببدا بقى اجمع كله مع بعضه بان انا ببدا المحاوله بتاعتي. ما يفرقش من ولد لبنت صح؟ يعني ممكن البنت لو اتمرنت برضه نفس التمرينات دي ممكن هي تمشي. طبعا معروفه العالميه ايفا كلارك. لا نعرف منك بقى. في لاعبه استراليه اسمها ايفا كلارك بتكسر ارقام قياسيه في دبي، كسر رقم ضغط على القبضه في 24 ساعه وفي 12 ساعه وفي ساعه، وجايبه ارقام عالميه. يعني ايه 12 ساعه؟ 12 ساعه متواصل 24 ساعه. حضرتك سبت 12 ساعه؟ انا سبت 24 ساعه، انا سبت 12. ايه ده؟ ايه الجماعه دول؟ انتوا ازاي كده؟ لا هو الفكره مش فكره قدرات ولا حاجه، انا كنت في الاول كده فاكر موسوعه جينيس ما بيخشهاش غير الناس الميريكال، الناس اللي هي المعجزه. انتوا ازاي كده؟ لما لقيت واحد مصري دخل موسوعه جينيس، كان اول واحد مصري يدخل موسوعه جينيس في التمارين الرياضيه، كان اسمه الكابتن جابر. تواصلت معاه ولما قال لي بعد كده البيزك للخطوات، لقيت ان الموضوع مش موضوع صعب عادي، ان انا بدور على الرقم بتاعي وبقدم على موسوعة جينيس زي كاني بعمل اكونت على الفيس. الموضوع مش صعب جدا، بس هي بس في شروط معينه لازم بتمشي عليها علشان خاطر تعرف تحقق الريكورد دوت، وجينيس بتبقى حاكمه قوي للموضوع دوت. عشان كده انا اترفضت في بتاع 9 ارقام علشان خاطر اتقبل في الثلاثه دول. حلو جدا. طب كابتن محمود خليني بقى اروح معاك لبرده نقطه حلوه، وفكره ترويج السياحه. يعني حلو كمان يبقى الرياضيين بتوعنا ان هم عندهم كده رغبه في من خلال اللي هم بيمارسوه والبطولات او الارقام اللي بيوصلوا لها يساعدوا برضو على ترويج السياحه في مصر. انا اتكلمت قبل كده في الموضوع دوت في القناه الثامنه، ان انا شايف ان انا دلوقتي مثلا موسوعه جينيس عندها ما يقرب 18 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي. انا لما كسرت الرقم بتاعي الاخير اللي هو الموست ستيب اب ان 30 سكند دوت، الرقم ده نزل على المواقع دي. طب ليه ما احصرش الموضوع ده مثلا في مكان سياحي؟ ليه ما اكسرش الرقم ده في مكان سياحي؟ الموضوع ده هيروج قوي 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 للمكان السياحي بتاعي، بدليل ان انا اول لما جيت اكسر الرقم كانت حصلت تعذرات كده ان انا اكسر الرقم في المعبد اسمه معبد هيبس عندنا في البلد. حاولت ان ادخل المعبد قالوا لي لا لازم في تصريح معينه كده لوزاره الاثار وحاجات معينه لازم عشان ادخل المعبد. قلت لا خلاص انا هكسر الرقم بره، كسرت الرقم بره المعبد. جريده الجمهوريه لما نزلت خبر قالت ان انا كسرته قدام معبد هي بس. طب ليه؟ طب ما نستغل الموضوع دوت. انا متفق معاك. ونكسر نكسر رقم مثلا قياس رياضي بحيث ان احنا نروج السياحه وفي نفس الوقت نروج ايه ال 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 الرياضه في مصر. لا وبالذات على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي، النوع ده من المحتوى والنوع ده من الفيديوهات فعلا بيبقى له نسبه مشاهده عاليه جدا جدا على جدا جدا كمان جدا. دي نقطه مهمه الحقيقه جدا. طب الفيوتشر بلانز او انت الخطط بتاعتك بعد كده، ان ده مهم نعرف. بحاول بقدر الامكان ان انا اوسع الجروب بتاع محطمي الارقام القياسيه، والحمد لله بدانا في اول خطوه فيه واحد كان شغال معايا في ارقام قياسيه والحمد لله حقق رقم قياسي بموسوعه جينيس عندي في البلد. لسه مقبول في موسوعه جينيس من تقريبا اسبوعين اسمه محمد رافت، وفي واحد برضه في المنوفيه كان اسمه علي منير برضه حقق رقم قياسي. فانا حابب ان فكره الرقم القياسي في موسوعة جينيس ما يكونش حاجه بالنسبه للناس صعبه. لا يا جماعه الموضوع مش صعب، الموضوع بس ان انت بس الصعوبه فيه في التدريب، لكن انا محتاج منك ان انت بس تتدرب وتواصل معايا وانا اوعدك ان هوصلك لحد ما تستلم شهادتك. طب يتواصلوا ازاي برضو يا محمود؟ يعني موسوعة جينيس لا يتواصلوا ازاي معاك لو حد عايز مثلا يستفيد بخبرتك علشان يقدر ان هو يوصل؟ حسابي الشخصي عندي على الفيسبوك حسابك محمود الشخصي محمد ايوب. محمود ايوب على محمود الفيسبوك محمد ايوب على الفيسبوك. محمود عايزينك توجه كلمه للشباب اللي من نفس سنك، اللي مش خلي بالك مش كل الناس ممكن يكون عندها يعني لا الوقت ولا القدره الماليه ان هم مثلا يشتركوا في نادي معين او ان هم يروحوا صاله جيم معينه. الحلو في طبيعه اللي انت بتعمله ده ان ممكن جدا الواحد يشتغل على نفسه حتى في البيت.
مش كده برضو ولا انا فاهم غلط؟ بدليل ان انا على الاقل قبل ما يعني مرحله ما قبل الاحترافيه. تمام. فتقول ايه للشباب اللي ممكن يكون انترستد ومهتم بالنوع ده من الرياضه؟ موضوع انك تكسر رقم او موضوع انك تحقق حاجه عالميه مش موضوع انك تبقى مكلف. فعلا في جنس حاجه اسمها اللي هو الطلب المدفوع، انك ممكن تستدعي موسوعة جنس لحد عندك تيجي وتوثق لك محاولتك وتديك ايه الشهاده بتاعتك. لا بس برضه عندهم الطلب المجاني ان انت تستنى 6 شهور وبتقبل برضه عادي، فالموضوع مش مكلف. لكن في ناس مثلا فاكره ان هي مثلا الموضوع مكلف من ناحيه التمرين من ناحيه المكان. انا كسرت رقم عالمي بحبل ب 20 جنيه فالموضوع مش صعب يعني. فمحك جلدك مثل ظفرك فتولى انت جميع امرك، محدش هيقول لك قوم، محدش هيقول لك اتحرك، انت لا انت لازم تسعى. اتفق معاك. طيب انا هستاذنكم بس هنروح سريعا كده لزميلنا مره ثانيه مينا ماهر من النادي الاهلي فرع الجزيره، وهو عامل لنا بعض اللقاءات هناك مع بعض اعضاء النادي. خلينا نروح نتابع. بجد تحياتي مره ثانيه، معايا المره دي اعضاء وضيوف من النادي الاهلي، برحب بيكم على شاشه قناه النادي الاهلي وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وحابب اعرف منكم يعني رابع يوم العيد اجواءكم ايه هنا مع النادي؟ صباح الخير وكل سنه وانتم طيبين جميعا وعيد مبارك على الجميع. زي ما احنا كده متواجدين النهارده رابع يوم العيد، كلنا شايفين ان الانشطه بترجع تدريجيا وبشكل متزايد طبيعي، ودي سنه الحياه لازم تمشي، لازم كل الامور ترجع لطبيعتها تدريجيا، نشتغل وننتج وناخد اجازات ونتحرك ونروح النادي. ويمكن كانت فتره عشناها كلنا بنسميها فتره احترازيه، ازاي نتعلم اجراءات الاحترازيه نتبعها. واعتقد كلنا يعني خدنا ثقافه ازاي نتفادى العدوى، ازاي يكون في الالتزام بالتباعد الاجتماعي لحد ما نستقر على المصل او العلاج الدايم اللي يحل الموضوع ده خالص. ده نوع من انواع الانفلونزا يعني كلنا شايفين حتى ان مرض الانفلونزا ده موجود على طول، الناس بتمرض بيه وفي وفيات تكاد تكون بنفس اعداد الفيروس الجديد اللي هو كوفيد 19. فقط هنستقر بس على يعني ايه هو العلاج المستدام مع الاجراءات اللي هي اهو يعني النادي اهو متبعها والحمد لله كويسه، تباعد اجتماعي مش اكتر بمسافات معينه والامور ماشيه بطبيعتها. فاضل بس يعني ايه الانشطه الرياضيه، طبعا بالتاكيد قناه الاهلي هتعلن عن عودتها بشكل تدريجي. النشاط الاجتماعي هو يعني رجع، انا شايف الخدمات الحكوميه شهر عقاري وغيره بيرجع ودي حاجه طبعا كويسه، الناس رجعت لاعمالها. الاعداد اللي كانت في اعمالنا مقللينها رجعت كلها بكامل طاقتها تقريبا، وان شاء الله يعني نوصل البركه بقى في الطب وفي الدواء وفي يعني نوع الانعان العلاج المستدام، ويكون يعني الفتره اللي فاتت ديت كان فيها استفاده اكتر منها يعني ضرر. ويعني يجي دي دعوه للاعضاء ان هم يبتدوا يرجعوا اذا كان نشاط اجتماعي، النادي مفتوح والاجراءات متبعه كويسه، والنادي احنا بنيجي يعني متعودين عليه، بنيجي ده امتداد لبيوتنا يعني امتداد طبيعي للبيت والحمد لله. وبهني قناه النادي الاهلي على التطوير الجديد واللي بنامل انه يكون في تطوير مستمر، ويعني اصبحت اكثر جاذبيه عن الاول يعني. فكل سنه طيبين وان شاء الله العيد الجاي ما نشوفش بقى يعني الالتزام الصارم اللي احنا ملتزمين بيه ولابسين كمامات وكده، وباذن الله الامور ترجع يعني لطبيعتها. حابب اسال حضرتك عن يعني الفتره اللي فاتت كان في الكورونا كان في التزام في البيت، ما كانش في تدريب، ما كانش في لفه التراك اللي متعود تجريها كل يوم، فحابب اعرف يعني الاجواء دي كانت بالنسبه لحضرتك عامله ازاي، وكمان بعد ما رجعت النادي فتح ابوابه من جديد. اكيد طبعا كانت فتره يعني زي ما احنا قلنا كانت ازمه، والحمد لله ان احنا بفضل الله تجاوزناها بنسبه كبيره،
وطبعا كنت محروم طبعا من ان انا اجي النادي وامارس النشاط بتاعي اللي هو زي ما سيادتك تفضلت وقلت انا كنت يعني الجري في التراك، فكنت بعوضها طبعا بتدريبات منزليه وتمرينات في البيت. طبعا عودت للنادي الاهلي بعد فتره دامت اكتر من 3 شهور بسبب ازمه كورونا، انا بعتبرها عيد، فخلينا نقول العيد عيدين، يعني ده عيد وعيد الاضحى، وعايز اقول كل سنه واداره النادي الاهلي بخير وكل اعضاء النادي الاهلي بخير، وحابب اشكر اداره النادي الاهلي انها وجهت بسرعه عوده الخدمات وعوده الحياه لطبيعتها ولمتابعتها الدقيقه خلال الفتره السابقه، وكل سنه وكلهم طيبين يا رب وبخير، والنادي الاهلي دايما يكون بخير، وده شرف ان احنا دايما نبقى متواجدين في النادي الاهلي اللي هو انا بعتبره برضو بيتي اكيد مفيش كلام. شكرا ليك، وده كان لقائنا مع اعضاء النادي الاهلي اللي بياكدوا على عوده الحياه مره ثانيه لطبيعتها وعوده الحياه والخدمات الاجتماعيه في النادي مره ثانيه. كل سنه وانتم طيبين مره ثانيه وعوده مره اخرى الى الاستوديو. وانت بالصحه والسلامه مينا، بنشكرك شكرا جزيلا على اللقاء الجميل ده، واكيد بنصبح وبنعيد على كل رواد النادي الاهلي. نرجع بقى مره ثانيه كابتن محمود وعايزين نعرف منك تفصيله النظام الغذائي، طبيعه اللي انت بتعمله ده. انا يعني طبعا مش متخصص بس اقدر استنتج ان انت لازم لك نظام غذائي معين، ولا انا غلطان؟ ده طبعا لازم نظام غذائي، بس هكدب حضرتك لو قلت لك ان انا ماشي بنظام غذائي، يعني انا اكتر حاجه يعني مدمراني هو حوار نظام اكلي، بس طبعا لازم نمشي بنظام غذائي. مثلا يعني بمشي على الاقل حتى باساسيات اللي هو ما تدمرش جسمي، وفي نفس الوقت تديني السعرات الحراريه ان انا هفضل اللي هحرقها عشان خاطر ابدا اشتغل في الايه في التمرين بتاعتي. طب اسالك عن الارقام القياسيه بقى المستقبليه قبل ما نختم معاك، اللي انت بتطمح ان شاء الله انك تحققها. تمام، انا حاليا في 5 ارقام بعتها الجينيس وهي بتتراجع دلوقتي، وفي رقمين بكسرهم حاليا ولسه بتدرب عليهم. نتكلم في اللي بيتراجعوا ولا اللي كسرتهم؟ احنا عايزين نتكلم في كل حاجه، احكي لنا. تمام، الارقام اللي انا كسرتها وحاليا في المراجعه ولسه في رد عليها، الستيب اب بس كيرينج 40 باوند، يعني انا بلعب ستيب اب بس وانا بقى شايل على ظهري بقى شنطه فيها 18 كيلو بس على شرط. الستيب ساعتها في 30 ثانيه كان 20 كان 20 سنتي. الستيب اللي هو الستيبر اللي هو هشتغل عليه اللي هو ال 40 باوند 38 سنتي. الارتفاع بقى هيختلف. ما طبعا مش هشديك السهوله دي بالارتفاع ده، على شرط ان الرقم هيكون 60 عدى في 60 ثانيه. كان الرقم العالمي كان كسره رون كوبر لاعب امريكي، والحمد لله انا جبت 64 بس لسه في المراجعه. انا ما بحبش اتكلم قوي عن الارقام القياسيه اللي لسه ما اتقبلتش عشان خاطر جينيس معروف ان شوطها صعبه ممكن ترفضني في اي رقم. والرقم الثاني كان الحبل، بلعب حبل على رجل واحده بس بعمل كريس كروس، على شرط ان العده بتتحسب لما بفتح ايدي مش لما بقفل وبفتح. الرقم العالمي ليها كان 30 عده في 30 ثانيه، الحمد لله جبنا 43 عده بس. والرقمين اللي هم الباقيين دول هم الارقام اللي هم الضغط على 10 صوابع، واحد ب 40 باوند واحد ب 60 باوند. يعني ربنا يكرمك ويوفقك، ده شغل عالمي فاخر الحقيقه، ربنا يكرمك ان شاء الله. انا امل جدا ان انا اشوف مصر يعني عندها حصيله جديده جدا من الارقام القياسيه الرياضيه. يعني كلنا بنامل ده، ويعني املنا فيكم بقى ان شاء الله. شكرا كابتن محمود جدا، شكرا ليك. نطلع فاصل ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا ونكمل فقراتنا مع كل حضراتكم، اتفضلوا.